حمام بيشتغل حضرتك احنا في مشكله فيه بقالنا اكتر من سنتين. الجار اللي هو 40 سايح سوق السلاح كان عايز يبني مباشره قدام القصر، احنا طبعا منعناه تماما. الناس دور وشك يلا يا جدعان عشان يلا كده خروج قطار فرد يا فارس. الشارع هنا بتقفل الشارع كمان ساعه بالظبط بتاع الشارع قفل الشارع. احنا مش عارفين والعيال بتولع ولا هي بقالها سنة مرمية طار من الثبات هنا من ساعة من بيتهم. أهم ما حصله إنه أبناء المنطقة عايشين على كنز هنا، ولكن أعتقد إن الظروف الاجتماعية والصحية مش مخليهم مقدرين قيمة المكان وعبق التاريخ اللي موجود فيه. بيبنوا مباني رخيص، بيبنوا مباني مختلفة رخيص، مباني بتبقى أصلا مؤثرة مباني شرعية لا يجب أن يقترب منها أي أي مبنى مبني هنا بدون ترخيص ويؤثر على الأسر سوف نزيد بغض النظر عن أي اعتبارات، لأن ممكن حد يقول لي والعمارة ساكنة وفيها مواطنين وحاجات كده. أنا شايف إن الحفاظ على التاريخ اللي لا يمكن أن يتم تعويضه أهم، يعني يمثل أهمية كبيرة جدا لنا في الوقت الحالي. ارحم الرحمة بول كمول الرحمة سكة يا جماعة. انت كمواطن كانت الرحمة ارحم صوت